نعطيك مهلة بيا السحور. غادي ناخذ واحد 500 غرام ديال الروز العادي ديالنا، داك الروز العادي اللي ونسلقوه في واحد إطرونس ديال الماء مع الملح. مهم ملي كيتسلق هو راه كيكون معجن. كنخويه في واحد الإناء، كنزيدو عليه 100 غرام ديال السكر كلاصي وكاس كبير ديال الماء زهر وثلاثة المعالق كبار ديال الليمون معسل. نكونو طحناه في أن دو تروا. شنو هما داك القشور ديال الليمون؟ ما سمعتكش. القشور ديال الليمون، الليمون معسل اللي كيتباع عند الحلوى. داك القشور ديال الليمون معسل ياك؟ القشور ديال الليمون معسل. المهم غناخدو منهم ثلاثة المعالق كبار ونطحناهم. مطحون. مطحون مزيان. تنعمرو الكيسان ديالنا ولا لي فيغين باش كيجي منظر زوين. كنحطو هاد الروز جانبا بعد ما خلطناه وداكشي درناه في لي فيغين ديالنا. كنوجدو واحد الخليط فيه. واخا الا سمحتي نعاودو للمستمعات لانه يبغيو هاد الاقتراح هكا للسحور. واخا المهم غادي نحتاجو 500 غرام ديال الروز عادي تسلق في إطرونس ديال الماء مملح. بعد ما كيتسلق كنصفيو، كناخدو واحد الإناء كبير كنديرو فيه هاد الروز ديالنا، كنزيدو معاه 150 غرام ديال السكر كلاصي، كاس كبير ديال الماء زهر، ثلاثة معالق كبار ديال الليمون معسل ومطحون مزيان. كنشدو هاد الخليط كنعمرو به لي فيغين ولا زليفة ديالنا، مهمة على حساب اللي متوفر. بعد ما عملناهم كندوزو كناخدو واحد الكاسرونة كنديرو فيها نص سترو ديال عصير الليمون، جوج معالق ديال السكر هادشي فوق النار حتى كيدفى. جوج معالق سنيده. حتى كيدفى هادو فوق النار، وخارج النار كنضيفو واحد جوج اوراق ديال الجيلاتين. وكناخدو هاد الخليط كنخويه فوق من هذاك الروز. صافي. وكنزينو من الفوق بالبيستاش مهرمش الا كان عندنا. صافي. كنقدموهم بعدين بصحة وراحة، راه كيجيو بزاف. واخا نركزوا على الروز فعلا، تعودنا على المهلبيه بالحليب، ومن الافضل هكا مره نديروها بالروز حتى هي مزيانه. لا كتجي رائعه. وهذاك الروز العادي ديالنا راه كيمشي مزيان في هذه الانواع ديال المهلبيه. كيمشي مزيان. الروز العادي ديالنا.